بونجور تو الموند، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. كيما راكم تشوفوا البنات، اليوم جبت لكم وصفه حلوه. راحين نديروا حلوه تقليديه جزائريه عريقه، وحنعطيها لكم بالطريقه التقليديه 100%، يعني ما زدت فيها ما نقصت فيها. حنعطي لكم الوصفه الاصليه كيما تعلمتها. شوفوا شحال تجي بنينه، هي حلوه تجي معسله. على كل حال الناس اللي ما تعرفهاش، وتجي معسله من الداخل ومن برا، وتجي بنينه وتحمر الوجه. تصلح تاكلوها في العيد كم تصلح لقعدة رمضان مع لاتايتو. الوصفة سهلة، يعني فرمشة عين تحضروها، واقتصادية. تقدروا ما مديروها بالكاوكاو، ماشي لازم لوز ولا جوز ولا حاجة اخرى، من بالكاوكاو تقدروا ديروها وتجي بنينة. واش نسحقوا في الوصفة؟ نسحقوا 3 كيلات تاع الفاينة، نسحقوا كيلة تاع السمن ولا الزبدة ولا سمن وزبده ولا سمن وزيت كيما تحبوا. المهم 3 كيلات فارينة، كيله تاع ليدام، ديروا لها رشه تاع الملح ورشه تاع خميره الحلويات. ناكد عليها رشه وحده تاع خميره الحلويات، كيما ديروا الملح كيما ديروا خميره الحلويات. ديروا لها 2 مغارف تاع ماكله تاع سكر كلاص باش ما تجيناش صامطه، مالغري حين نعسلوها باش ما تجيناش صامطه. وحين نديروا لها تانيت 2 مغارف تاع جلجلان محمص. هذه تقدروا ديروه تقدروا ما ديروش الجلجلان محمص، بصح يزيد فيها البنه. نخلطوا هذوك النواشف كامل كيف كيف، ونخلطوا، ومن بعد هاتيك نزيدوا لهم ليدام. هنا كي تزيدوا لهم ليدام، البنات اللي هذا مين بداو يطيبوا بداو يديروا الحلويات التقليديه وكامل. شوفوا البنات، هذه الحلوه ما تتعجنش كيما الكعكعات كيما العرايش كيما كاع، ما يتعجنوش. مي بصح مادامكم غير خدموا فارينه مع ليدام، عجنوا كيما تحبوا ما تخافوش، باسكو العجين وقتاش يخرج الجلوتين كي تزيدوا له الماء ولا البيض ولا المزهر ولا. مادامكم غير باليدام، دخلوا ليدام كيما تحبوا، كوسوسوا في الخبز كوسوسوا يعني في الحلويات. مادامكم غير باليدام ما تخافوش، اعجنوا كيما تحبوا. بعد ما تدخلوا كامل هذاك ليدام كيما لازم الحال، فقصوا هذيك الحبه تاع البيض وزيدوا المزهر. شوفوا هنا هذيك الكيله اللي وريت لكم تاع الكاس، خدات لي 3 رشات تاع المزهر. شوفوا هنا ما قطعت لكمش لا فيديو، كيما درتها كيما وريت لكم، درت حبه بيض 2 رشات تاع المزهر، وعجنت شويه. واني قلت لكم تعجنوها غير بصبعتين، هنايا حسيت لها بلي مخصوصه شويه مزهر، زدت لها الرشه الثالثه. دوك تشوفوا زدت لها رشه ثالثه تاع المزهر وطميتها، هي تحسوا لها في يدكم، تشوفوها بلي مازالها شويه يابسه، مشي كيما لازم تزيدوا لها. وشوفوا 3 رشات يعني كيما لازم، 3 رشات لا اكثر لا اقل. هذا واش خدات لي. من بعد ما عجنتهاش غير طموها برك، شوفوا غير البول تاعكم، يعني هذه ستيوناستيوس البنات اللي هذا يبداو يطيبوا، غير البول تاعكم يتنقى خلاص كيما راكم تشوفوا هكا. حبسوا باسكو هذه الحلوه ما تتعجنش. دوكا واش نديرو لها؟ نخبيوها نغلفوها ونخلوها. هنا البنات برك راني واش راني نقول لكم، الا كنتو تحبوا المزهر باش يعطي لكم الكو تاعو يولي قاطع ويولي مليح، شريوه عام من قبل وخبيوه في مكان كيما نقولوا مظلم. كيما انا هذا اللي كتشوفوا فيه، شوفوا هذاك راهو الصفر تاعو شحال راهو غامق، والاخر راهو شويه. هذاك عنده 1 عام ونص في عمره، وهذاك اللي نخدم به عنده 1 6 شهور برك. وعندي واحد اخر وحوست عليه ما صبته لكمش، اللون تاعو غير بيض برك، هذاك غير كيما شريته جديد. هذه استيس واحده اخرى. دوكا تجوزوا لافارس تاع المقعدات تاعنا. لافارس هذه واش راح نديروا لها؟ شوفوا هذاك الكاس اللي كيلتو به الفارينه هو اللي تكيلو به لافارس تاعكم، اللي هي تقدر تكون لوز تقدر تكون جوز تقدر تكون بندق تقدر تكون كاوكاو تقدر تكون واش ما تحب. تاخذوا كيلة ونص، بوغ كيله ونص تاع المكسرات تستعملوا لها نص كيله تاع سكر كريستاليزي. كيله ونص مكسرات، نص كيله تاع سكر كريستاليزي. والكيله هي نفسها اللي كيلتو بها ليدام وكيلتو بها الفارينه من قبل، هكا باش يعني تجيكم كيما لازم الحال. فوالا هذا واش حبيت نقول لكم. انا هنا ما درتش سبيسيالمون كيله ونص، درت كيله وشتو معايا مغرفه وحده. دوك هنا علاش راني كيل برك؟ باش نعرف السكر شحال ندير باش ما يغلبنيش السكر. دونك هي نورمالمون كاس ونص،
نديرو لو قلت لكم نص كاس تاع السكر، انا كون ما نحقليش كاس ونص ما كملتش نص كاس تاع السكر، درت 4 وزدت عليه شويه. من بعد هذيك زدت شويه تاع المزهر، شويه برك تاع المزهر ماشي بزاف، وخلطوه خلوه شغل طعم، ما تعجنوهاش تولي معجنه كيما اللي نديروها في العرايش ولا لا لا، خلوها مدردره هكاك يعني هذيك لا فارس. من بعد هذيك نخلوها تريح ونجوزو لهذيك العجينه تاعنا اللي كنا خليناها غلفناها وخليناها ريحت واحد 15 دقيقه. هنا البنات لازم عليكم تخدموا فوق هذا الكارت هذا تاع الحلوه، نحلوها نسيو نحلوها بواحد لا فاسون اللي تخرج لنا شغل كاغي، نسيو نحلوها كاغي قد ما نقدروا. المهم دوك هنا شوفوا لي بيسيغ تاعها تكون رقيقه، انا وريت لكم كيفاش، واحد واش نقول لكم، واحد 2 مليمتر 3 مليمتر ما تزيدولهاش، علاه؟ على خاطر راح نروليوها كيما المحنشه، الوغ كون ديروها خشينه وتزيدوا تروليوها تقدر تقعد لكم خضره في الوسط. دونك حلوها رقيقه ماشي حتى تولي ترونسبارونت بيان سور، مي بصح تكون رقيقه فريمون رقيقه. دوك انتو كي تحلوها حين تفهموا يعني واش راني نهضر، تعرفوا كيفاه. من بعداتيك نقطعوا لو ريكتانجل تاعنا ولا لو كاري تاعنا، الا عندكم جريوره خدموا بالجريوره، الا ما عندكمش خدموا بتاع لا بيتزا، ما عندكمش خدموا بالموس عادي. ومن بعداتك واش ندير، شوفوا راني ناكد لكم على لي بيسور، شوفوا كيف هدرتها. نبداو نحطوا في هذيك لافارس تاعنا كاوكا ولا لوز ولا جوز ولا كيما تحبوا، انا هنا خلطت شويه شويه من كلش كاع واش فضل لي خلطته. وهنا شوفوا كيما قلت لكم يجي شغل طعم، يجي شغل طعم ما يجيش عجينه. دردروه كامل وتبداو تروليو بشويه فيها، نروليوها كيما نروليو البيسكوي رولي تاعنا عادي ولا كيما نديرو المحنشه ولا. ونبداو بشويه بشويه بشويه، اونطرو طون البنات تكونوا دايرين الفوق شاعلينو 180 درجه. اللي عندهم الفوق تاع الهواء تشعلوا له الهواء عادي، واللي ما عندهمش تشعلوا شعلوه بالتحت بعد ما طيب شويه، باسكو هاد الحلوه ما لازمش تتحمر البنات، لازم تقعد بيضه. هنا بعداتيك كما كشتوني كي جيت نغلقها البنات درت لها شويه تاع الماء، ماشي بان بابياض البيض، الماء غلقت به. علاش غلقت به؟ باسكو تقدر تحدو كي نقطعوها ونحطوها في الفوق تقدر تتحل لنا، سورتو الا كنتو درتو لها كيما نقولوا لا لوفور شيميك بزياده راهي رايحه تتحل لكم وتفسد لكم كامل. سي بو سا انا لصقتها بيان بالماء. ومن بعداتيك نبدا نقطع فيها، قطعوها كيما تحبوا، انا هنا قطعتها شغل عيني ميزاني، ما ديرهاش بزاف خشينه، ديروها رقيقه. قطعوها وسقموها، سقموها بشويه 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 كما راكم تشوفوا فيا حتى تكملوها كامل. شوفوا شحال تجي شابه. كما قلت لكم الحلوه هذه البنات ما تحبش ما تحملش يعني الطيب حمراء، طيب بيضاء من تحت تحمر شويه، من الفوق تقعد بيان دوغي شغل دوغي كلير يعني ما تحمرش. فوالا سقموها ونحطوها في السنيوات تاعنا. ودوك واش نديرو لها، نرشقو لها حبيبات تاع اللوز، انا هنا درت اللوز وكامل، من نتوما الا درتو كاوكا ولا رشقو لها الكاوكا ولا واش ما تحبو. دوك هنا حنوريكم لا دوزيام فاسون اللي نديرو بها، اللي نديرو بها هاد الحلوه اللي هما اللي يسموهم يا ربي كيفاش يسموهم، البريوات، سي دي بريوات ولا الكميمسات. لا ميم شوز بالعجينه هذيك اللي فضلت لي، قطعت دي كاري، قطعوا دي كاري ماشي دي ريكتانغ، لازم يكونوا دي كاري. وديروا شويه تاع لافارس في الوسط وتشدوا لي زيكستريميتي وتغلقوا زوج بزوج، الزوج اللي متقابلين تغلقوهم وتزيدوا الزوج الاخرين اللي متقابلين تغلقوهم، تولي تشبه البريه على بها يقولوا لهم البريوات. وترشقوا لهم حبيبه تاع اللوز ولا الكاوكا ولا كيما تحبوا نتو واش درتو. وباش تقعد لنا شابه تجبدوا لها هذوك لي 4 بوينت توقفوهم هكا شويه، ما تعبزوش عليهم بزاف باسكو كي تعبزوا عليهم بزاف كيدخلوا للفوق يرقاقوا، كيدخلوا للفوق يتحرقوا لكم، غير شويه برك هكاك وتغلقوا عليهم عادي وسايي. وندخلوهم للفوق قلت لكم الفوق 180 درجه، غير يتحمروا شويه من تحت نحيوهم. كل وحده تعرف الفوق تاعها، الا كانت وحده عند اللي عندها الفوق تاعها يحرق لها يفهم ما تشعلش عليهم من الفوق، ولا كان الفوق تاعكم تقدروا تتحكموا فيه شعلوا عليهم من الفوق ووقفوا عند راسها عسوها شويه برك ونحوها. هنا بعد ما طابولي عادك، انا شوفوا هنايا راهم شويه كيما نقولوا تحرقوا لي شويه، كتلات يا بعض يا بوكاع شغل تحمروا لي شويه. واش نديروا بعد ما يطيبوهم هكاك سخونين، ناخذوا العسل تاعنا تكون تياد، ما تكون لا سخونه لا والو، تكون غير تياد برك غير شويه، ونعسلوهم ندخلوهم نعسلوهم
ونخرجوهم. هنا تقدروا تاني ما تعسلوهمش كاريمون، تقدروا تخلوهم حتى يبردوا كومبليتوم، تدخلوهم في بطائغ ميتيك وتغلقوا عليهم. نهار اللي تجيو تاكلوهم تعسلوهم. انا هنا عسلتهم باش نتهنى منهم كيما نقولوا، ونديرهم في باطا وخلاص. وانتو حرين تحبوا تعسلوهم سيغ بلاص، تحبوا تخلوهم حتى من بعد. برك الا عسلتوهم من بعد سخنوا شويه كيما يقولوا الاخرى تاعكم، العسيله تاعكم سخنوها. فوالا دونك هذه هي لا غوسات. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم، وان شاء الله نكون فهمتكم واكسبليكيت لكم كيما لازم. وشوفوا فيها تجي معسله في الوسط البنات، وتجي شابه وباهيه يعني تحمر الوجه. ان شاء الله يا ربي تعجبكم لا غوسات، ولا عجبتكم البنات ما تنساونيش لي لايك لي شير لي سبسكرايب. وما بقى لي غير نقول لكم ابقوا على خير، والمره الجايه ان شاء الله.